السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في قناة ناصر وورزون. رجعنا لكم في الجزء الرابع من دليل تختيم كامل الأتشيفنز للعبة الرائعة تونيك. احنا سابقا في الحلقة الماضية وقفنا بعد ما تقريبا فتحنا، أو مش تقريبا عفوا، جمعنا كل المفاتيح الثلاثة اللي طبعا المفروض انها تساعدنا تنقذ الثعلب الأم صراحة، اللي يعني بتخيل انها راح تكون الأم. وبعدين طبعا طلعنا من المعبد اللي سوينا فيه المفاتيح وسيفنا، فالآن راح نستمر طبعا بلعبتنا إن شاء الله. فخلينا نبلش من مكان ما سيفنا، برضو إذا حابين تسيفوا مثل العادة نرد من سيف للإحتياط اللي راح أعمله الآن. بدنا نروح الآن نقاتل الفاينل بوس، البوس الأخير لهاي اللعبة، بس بدنا نموت، ما تنصدموا، نعم بدنا نموت، ما راح نفوز عليه. فمن مكان ما بلشنا راح نرجع الآن مرة تانية إلى المنطقة اللي فيها نقطة الفاست ترافل، اللي هي طبعا راح تكون مكان ما إحنا كنا نستعمل سابقا هاي المنطقة. زي ما أنتم شايفين طبعا ممكن هدول الوحوش تموتوهم إذا عملوا لكم إزعاج يعني، وهذا إشي أنا صراحة بشجعه إنكم تموتوهم، تجمعوا كل الذهبات. بعدها راح نطلع الدرج ونتكبس على هاي البلاتفورم باستمرارية الحرف A، كبسة الـ A على الكنترولر، ننتقل إلى هاي المنطقة اللي الآن بدنا نروح فيها إلى الفاينل بوس فايت اللي هو موجود بهاي المنطقة بالنص. بس قبل ما نروح اللي بدنا نسويه بدنا نفوت على الأوبشنز ونطفي الأوبشن اللي هو إنه إحنا ما نموت، اللي هو النو فيل مود، بدنا نخليه أوف. ونرجع مرة تانية إلى لعبتنا لأنه إحنا بدنا نموت، فراح ندخل البلاتفورم هاي ونوصل الآن إلى الفاينل بوس فايت اللي هو راح ننصدم الآن. طبعا يعني بدي أحرق لكم إياها إنه بعد ما نتفاعل مع هاي الثعلب الأم راح نكتشف إنه هي الفاينل بوس صراحة، بس هذا إشي أكيد أنتوا راح تشوفوه من خلال القصة. هلا راح تغدر فينا يعني نوعا ما، راح يصير في عملية غدر وراح تموتنا. هلا ممكنكم تخلوا الاوبشن اون انكم تموتوها، بس احنا فعليا لانه عشان بنطارد الاتشيفنز كاملة فلازم نموت عشان نقدر نوصل الى منطقة جديدة اسمها الكنيسة او الكاثيدرال يعني، اللي فيها ما تبقى من الكوليكتبل سبعتنا ان شاء الله. فلازم نموت لانه اذا ما متنا صراحة يعني راح نختم اللعبة من غير ما نقدر نحصل على كل الاتشيفنز. زي ما انتم شايفين الان اللعبة راح ترمينا مكان ما بلشنا لأول مرة فيها، بس الآن راح نصير شكلنا شكل الشبح، راح تشوفوا كمان شوي. هذا إشي جدا طبيعي يعني ما تخافوا، هذا أصلا يعني نوع من أنواع السيكريت إندينجز اللي موجودة بالقصة. فطبعا بعد ما نرجع مباشرة راح نفعل مرة تانية الأوبشن اللي هو إحنا نبطل نموت، فنروح نحط النو فيل مود أون عشان الآن نكمل مطاردتنا إن شاء الله للأتشيفنز. من بعد ما فعلنا الاوبشن وكل شيء تمام راح الان نطلع من المكان هذا اللي احنا مشينا فيه، وراح نمشي لنوصل الى هاي نقطة الفاست ترافل اللي راح نستعملها بس للحظة بسيطة عشان بدنا نجمع واحد من الصفحات اللي هي لدليل او المانيوال بوك اللي موجودة. فمجرد اول ما نوصل الى هاي المنطقة مباشرة راح نمشي ونتفاعل مع هاي الصفحة ناخذها وخلص خلصنا من هاي المنطقة. وراح نرجع الان مرة تانية نعمل فاست ترافل عشان نرجع الى مكان ما كنا، وراح نستمر بطريقنا الى الاعلى من فوق، وراح نروح مباشرة من هذا التقاطع باتجاه اليمين، راح نقطع مجموعة الاشجار هاي. هدول اشباح ما الهم داعي يعني ما تضيعوش وقتكم تحكوا معهم الا اذا انتم بس حابين تستكشفوا العالم. راح نقطع هاي الشجرات ونضلنا ماشيين، وراح ننزل منها نزول الآن باتجاه هذا المونولوث اللي راح نتفاعل معاه، نشغله عشان يمدلنا طاقة وباور اللي ينقلنا إلى آخر فعليا منطقة بهاي اللعبة. هاي راح تكون آخر منطقة صراحة اللي نقدر نتجول فيها ونستمر فيها عشان نجمع ما تبقى من الكوليكتبلز. راح ننزل الآن من هذا السلم ونمشي مع هذا الطريق اللي صار مضوي لنوصل للمنطقة الجديدة. من بعد ما دخلنا هالمنطقة راح نستمر مع الطريق اللي مضوي، ضلنا ماشيين معاه لنوصل برضو إلى هاي الأشباح اللي راح نتجاهلها ونلف حوالين هاي المنطقة وننزل الآن نزول، أو ضلكم فوق عادي مش مشكلة. بعديها راح نوصل مع هذا الضوء بطريقنا إلى بنهايته، راح يكون في سيف بوينت إن شاء الله. هيها راح نسيف عشان إيش نضمن إنه الأمور تبعتنا بالسليم إن شاء الله.
مباشرة منها راح نطلع نطلب باتجاه البوابة اللي راح تفتح لنا، ونستمر منها باتجاه الأعلى اللي زي ما انتم شايفين هنا الطريق مغلق، فراح نضطر نمشي مع المي اللي هي لتحت، فهنا في أشباح فعليا ما ببينوا معانا. فأنا صراحة إذا بنصحكم قاتلوهم وهم جوا المي عشان آثارهم تبين معاكم، لأنه صراحة راح يكونوا شكلهم شكل أشباح ما راح يبينوا معاكم، لأنه راح نحتاج نتفاعل مع هذا المونوروث اللي راح يصيروا يباختونا. فإذا أنتم بتحبوا وقفوا بالمي عبين ما تشوفوا آثار المي تبعتهم، يعني إذا كنتم محظوظين. هيو زي ما أنتم شايفين يعني في واحد وراي أو في واحد جنبي، حتى شوي هو راح يكون قتالهم يعني مزعج نوعا ما بسبب إنهم مش مبينين، بس لما تضربوهم لأول مرة راح يبينوا. بس بدكم تكونوا برضو تستعجلوا بضربهم لأنه راح يمكن يردوا يختفوا مرة تانية. بعد ما طبعا نقضي عليهم هدول الثلاث أشباح، هم ثلاثة بالعدد، راح نقدر بسهولة إن شاء الله نتفاعل مع المونوليث عشان نفتح الطريق اللي بعده. فراح نطلع من هذا الدرج نتفاعل مع المونوليث اللي راح يرد يشتغل مثل ما احنا الآن صرنا متعودين على أكثر من واحد، صرنا مشغلين، فهذا إشي صار طبيعي لأنه مجرد ما شغلناه راح ناخذ إذا بدكم السحر ونرجع مرة تانية من نفس الطريق اللي احنا جينا منه من حوالين هاي المي. وبعديها الآن من هاي المنطقة، بس ما راح نرجع من البوابة، بدنا نروح من هون من ورا هاي المنطقة، راح يكون في هذا السلم اللي راح يوصلنا إلى هاي المنطقة ونطلع منها من حوالين الشجر نفوت. إذا حابين هذا الصندوق فيه ability card برضو ممكن تستفيدوا منها، بصراحة مش متأكد شو بتفيد يعني. وراح بعدين نمشي من هاي المنطقة، إذا حابين تقاتلوا هدول الجماجم قاتلوهم، وبعدين راح نمشي وننزل من هذا المنحدر، وننزل بعدين من هذا المنحدر ونلف من حوالين حالنا لنوصل بيها الشاطئ اللي راح نضلنا ماشيين هون. راح يكون في هون قتال نوعا ما مليان بهياكل عظمية بالإضافة إلى هذا البوس تبعهم. فأنا اختصارا الوقت برضو راح أعمل كاتنج للفيديو عبين ما ننظف هاي المنطقة إن شاء الله. من بعد ما قتلناهم ونظفنا كل هاي المنطقة، مباشرة راح يكون بهاي المنطقة في هذا الصندوق اللي راح يكون في واحدة من الكوينز اللي لازم نجمعها ضمن الكولكتبلز تبعتنا. راح نرد نرجع مرة تانية من نفس هذا الطريق، وراح نطلع من المنحدر نرجع رجوع منه نطلع المنحدر اللي بعده، بس راح نستمر بمنتصف الطريق ونمشي هون وننزل نزور. راح يكون في هذا صندوق فيه مصاري برضو إذا أنتوا حابين إنكم تجمعوهم. الآن راح نرد نرجع مرة تانية إلى المكان اللي إحنا استعملنا فيه المونوليث، اللي شغلنا فيه المونوليث. إذا أنتوا معاي كنتوا ماشيين بالفيديو، راح الآن نرد نرجع مرة تانية إن شاء الله، ونمشي من هاي المنطقة وننزل نزول ونستعمل الآن السلم اللي راح نرجع فيه إلى المكان اللي سوينا فيه المونوليث. راح نمشي مع هاي المي ونوصل لهون، لأنه بدنا نروح نجمع الكولكتبل الثانية اللي هي الكوين بهاي المنطقة. هذا الوحش إذا حابين برضو اقتلوه أو تجاهلوه. طبعا إحنا كنا سابقا هون لما شغلناه، أيوه، بس راح ننزل الآن نزول من هاي المنطقة لتحت. بعدين راح يكون في هذا الطريق اللي راح نمشي فيه زي ما انتم شايفين طريق سري، راح يوصلنا الى هذا الصندوق اللي صراحة الان راح مجرد ما فتحنا راح ناخذ هاي الكوين اللي هي الكولكتبل الثانية بهاي المنطقة. بعدين طبعا راح نموت هذا الوحش اذا انتم حابين عشان نخلص من ازعاجه، وصلى الله وبارك. راح نرجع مرة تانية رجوع، راح نستمر بعدين من هذا المكان نطلع طلوع من هاي المنطقة، بعدين نلف من حوالين حالنا. هذا هو طريق القصة اللي احنا راح نستمر فيه. مباشرة لتحت راح يكون في هذا الصندوق اللي راح يكون فيه واحدة تانية من الكوينز. هلا في كوين صراحة احنا سابقا ما اخذناها بسبب انه لسه الابيليتي عندنا مش موجودة، بس انا قرأت على الانترنت انه ممكن انه احنا ناخذها قبل اوانها. فالان بس اللهم انه بدي اجرب اروح اخذها، هي مكانها موجود من نفس المكان اللي احنا سابقا كنا فيه. اعذروني راح نرد مرة تانية نمشي لنفس المكان اللي كنا موجودين فيه لما تسلقنا السلم، راح اورجيكم كيف. بتمنى ان شاء الله انها تزبط معنا. راح نمشي الان، طبعا بنصحكم بس برضو انكم تسيفوا عشان لما نرجع مرة تانية تكون مكاننا ان شاء الله قريب جدا، لانه بدنا نضطر ايش انه نعمل ريستارت، لانه ما في طريقة انك انت بعد ما تاخذها
ترد ترجع. فبعد ما سيبنا رح نمشي الآن ننزل نزول من هاي المنطقة ونطلع الآن هذا السلم اللي بعدين رح نوقف هون من هاي الحفة اللي الآن رح نعمله بدنا نضلنا نضرب حرف الإكس بالسيف من حوالين هاي المنطقة بين ما نوعا ما نقدر إنه نوقع تحت. راح أضلكم تجربوا يعني هي بدها شوية تجربة لأنه الصندوق صراحة تحت بس إيش بدكم تضلكم تجربوا. زي ما انتم شايفين هيني وقعت والآن بقدر آخذ هذا الصندوق اللي فيه راح يكون له عملة رقم 10 لإلي. فلما نفتح على الشاشة راح بالإلبي راح تشوفوا إنه معاي 10. هلا بعد ما ننزل هون صراحة ما في طريقة انكم تردوا تطلعوا الا اذا كان عندكم قدرة التنقل التليبورتر راح نحصل عليها لاحقا في اللعبة. بس مبدئيا عشان احنا بدناش نضيع بدنا يعني نحاول نكون دليل اسرع وقت ممكن فمباشرة راح نعمل انه نرجع للشاشة الرئيسية ونرد نعمل كونتينيو مرة تانية فراح نلاقي حالنا قدام الشراين اللي احنا سويناه ومعانا العشرة كوينز اللي احنا اوريدي اخذناهم زي ما انتم شايفين. وحتى بدليل انه لما نرجع للصندوق اذا بدنا بشكل سريع بس للتأكيد اورجيكم راح تلاقوه انه مفتوح مع انه فعليا اللعبة ما سيبنا من بعد ما اخذناه زي ما انتم شايفين هي مفتوح بمعنى انا معاي العشرة من الكوينز بدل ما انرد ارجع مرة تانية له بعد ما احصل على قدرة التليبورت. من بعد ما اخذناها للعملة وان شاء الله امورنا طيبة راح الان نطلع من هاي المنطقة بس باتجاه الأعلى منها لفوق راح يكون في طريق سري راح نمشي فيه من المي وننزل نزول معاه بعدين نطلع طلوع نوصل فيه إلى هذا الصندوق اللي راح يكون فيه الماني بانك تاني لأنه بدنا نجمعه لأنه زي ما انتم بتعرفوا في اتشيفنت راح تتطلب هدول الكولكتبلز. بعدين راح نرد نرجع مرة تانية لنفس المنطقة اللي كنا فيها. طبعا ديروا بالكم في وحش هون برضو او شبح متخفي زي ما انتم شايفين فعليا ما بنقدر نشوفه واتنين حتى هدول هم التنين اللي نفسهم قتلناهم سابقا برضو اذا حابين ممكن تقتلوهم عشان ما يزعجوكم لما تمشوا باللعبة. من بعد ما قتلناهم راح الان نرجع مرة تانية لنفس المنطقة اللي كنا فيها اللي سابقا رجعنا منها فعليا ومن هاي المنطقة راح الان نطلع بعدين هذا المنحدر ونمشي منه نطلع لفوق زي ما انتم شايفين مباشرة من هذا ما نوصل لاخره راح الان ننزل نزول او نطلع طلوع فعليا من الشاشة ونضلنا ماشيين لنوصل الآن منه إلى هاي المنطقة الحجرية اللي راح يكون هون في مجموعة من العصافير اللي مبدئيا يعني ممكنكم تستفزوهم وأكيد طبعا راح يتم استفزازهم. نوصل بعدين إلى هذا المونوليث اللي بدنا نشغله فأنا مبدئيا بنصحكم صراحة أنكم تستعملوا طبعا هذا الوحش الشبح زي ما لاحقنا ممكنكم تستعملوا المسدس عشان تموتوا هاي العصافير او اذا كان ممكن اكثر من عصفور ان شاء الله ما يكون اكثر من عصفور اللي يلحقكم. برضو ممكن تاخذوا السحر اللي بيوقع منه عشان تردوا تسترجعوا بعدين راح نرد نفعل او نبل عفوا نفعل المونوليث يعني لانه هو اصلا طافي نفعله عشان يشغل لنا الطاقه وينقل لنا اياها للمنطقه اللي بعده. من بعد ما فعلنا المونوليث راح نتجه مع خط الباور تبعه اللي صار متفعل ندخل فيه الى هاي المنطقة الجديدة اللي هي الكاثيدرال او الكاتدرائية راح نتفاعل طبعا مع السيف بوينت عشان نسيف للاحتياط وراح يكون مباشرة من يسارنا راح يكون في الغرفة هاي راح ندخلها راح يكون في هذا الصندوق اللي راح يكون فيه مصاري ومن هذا المكان راح يكون في هاي الارض الحيط اللي راح نتفاعل معه بحرف الاي ويفتح لنا هذا المدخل السري اللي راح ندخل منه ونتفاعل مع هذا الصندوق راح يكون في ماني بانك لانه برضو عشان نجمعه راح نرجع مره ثانيه الان باتجاه المنطقه الرئيسيه بس نروح الان منها باتجاه اليمين اذا حابين برضو تسيفوا ممكن انكم تسيفوا الاحتياط بس ما تخافوش اي شيء انتم بتاخذوه بضله محفوظ حتى لو يعني متوا زي ما انتم شفتوا سابقا بالجلتش. من هاي الغرفه راح نقاتل هذا الثعلب الصغير اللي هو بيكون احنا فعليا الغرفة هاي اللي فوق ما فيها اشي راح نستمر من هاي الغرفة
راح نقاتل الآن مجموعة منيحة من هدول الثعالب اللي ممكن نرمي عليهم فتيشة أو تنتين عشان تموتهم. وطبعا راح ندمر الليزر اللي قاعد عم بحرس هذا الصندوق اللي راح نتفاعل معه عشان ناخذ الذهبات اللي جواته. بعدين راح نطلع من هذا الباب باتجاه هاي المنطقة اللي برضو راح يكون فيها وحوش اللي هم فعليا احنا. اذا انتم حابين صراحة ضرباتهم هاي راح تستنزف صحتكم بشكل منيح يعني، فمشان هيك يفضل تقتلوهم من بعيد. بعدين راح نستمر من هذا الجسر اللي فوق هاي البركة، وطبعا راح يكون في هذا الزلمة. طلع مش عارف ليش شايفين كيف بيضربنا وبيأثر على صحتنا زي المادة السحرية اللي شفناها بالمنجم. بعدين راح نطلع من مجموعة الدرج هاي ونمشي معاها، راح يكون في برضو شو اسمه وحش نقاتله، وراح نستمر من بعده لنمشي لهاي المنطقة اللي كانت فعليا سابقا اذا دخلناها راح نلاقيها من الجهة الثانية من هذاك الباب اللي قلت لكم فيش فيه اشي. راح نقاتل هذا الزلمة برضو نحموته. واذا انتم حابين في هنا برضو البيبر اللي هي بنستفيد منها برضو في تطوير قدرتنا، اتوقع والله العليم انها الدفاع والله بنعرف. المهم مبدئيا ما بتهمنا كتير لان احنا بنلعب بالاكسسبيليتي اوبشن. بعدين راح نفوت هاي الغرفة ونطلع هذا الدرج ونلف من حوالين حالنا بالشكل ونلف يعني بحلزونه، نوصل بعدين الى هذا الباب اللي هون راح يكون في برضو كوان بدنا ندير بالنا منها. اذا انتم حابين برضو انكم تقاتلوهم لهدول العصافير بعد ما نقتلهم على خير وسلامة طبعا ان شاء الله. راح نتفاعل مع هذا الحيط اللي راح يفتح لنا بشكل سري ويدخلنا الى هاي المنطقة. راح يكون في صندوق متخبي وراه بالزاوية راح يكون فيها هاي الكوين. بعد ما طبعا نجمع كل اشي من هدول راح ندخل هاي الغرفة، وبرضه في لفوق منها راح يكون في هذا الصندوق اللي راح يكون فيه برضه قنبلة ثلجية لان نستفيد منها. بعدها راح نستمر من هاي المنطقة وراح ندخل هون اول غرفة مباشرة من اللي بوجهنا. راح يكون في هذا مجموعة السلم راح نتفاعل معها ونرميها عشان نرجع لها لاحقا. في هذا الصندوق برضو اذا بدكم تفاعلوا معه راح تلاقوا فيه قنابل متفجرة. بعدين راح نرجع مرة تانية من هذا الباب ونروح الى الباب الاسفل منه مباشرة لتحت. راح ندخل فيها الى هاي الغرفة راح يكون فيها هذول القردة المانكي شو اسمه مانكي اذا بطلت اعرف احكي اللي هم شبيهين فينا. راح نقتلهم طبعا باستعمال البعد متفجرات انا بفضل. بعدين راح ندخل من هذا الباب اللي راح ندمر هدول الليزرز عشان ايش نستمر منها يعني مبدئيا. طبعا راح تشوفوا كيف انه انا شوي كنت يعني مش حريص دمرت. والان راح ناخذ هذا الصندوق اللي راح نحصل منه على هاي التشيريز، ومن هذا الباب راح نوصل بعدين الى هاي المنطقة. راح نمشي عبر مجموعة هدول العتبات لنوصل من بعدها الى هذا المكان. بعدين راح ندخل هون من تحت من هاي السجادة راح ندخل منها لنوصل الى هاي المنطقة راح نتفاعل فيها مع المونوليث عشان نشغله. طبعا احنا الان ماشيين في قصتنا طبعا الباب ورانا هيسكر زي ما انتوا شايفين وانتبهتوا. بعدين راح يصير في مثل الكاتسين وترتفع في هاي بنحكي البلاتفورم. من بعد ما شغلنا لهذا البلاتفورم اللي هو فعليا راح يكون الاسانسير راح نستعمله راح نرد نرجع مرة تانية من كل هذا الطريق. وانا صراحة اكتشفت لاحقا انه انا بقدر كان مباشرة من الباب اجي لهاي السجادة، ما في داعي نلف اللفة الطويلة. فان شاء الله تكونوا يعني انتبهتوا لهي الشغلة. وبعدين راح نمشي من هذا الباب ونرد نرجع مرة تانية من نفس هاي المنطقة اللي احنا جينا منها، يعني فعليا راح نرد نرجع الى مكان ما احنا سابقا بلشنا اللعبة من هذا المكان اللي لقينا فيه الكوين. راح ننزل نزول منه ونطلع طلوع فعليا حسب الكاميرا وزاويتها. نوصل الى هذا الدرج الحلزوني اللي راح ننزل منه برضه، سابقا احنا طلعناه والان راح ننزل منه. بعدين من الباب
رح نستمر، ديروا بالكم من الشوك، رح نطلع هذا الدرج الطويل ونروح من حواليه ونرد، طبعا ننزل نزول مرة تانية باتجاه هاي المنطقة اللي راح بعدين ندخل من الباب اللي تحت، نوصل فيه الى هاي المنطقة، بعدين ندخل للباب اللي بعده والباب اللي بعده لنوصل الى هاي المنطقة اللي مباشرة طبعا اكيد راح نعمل سيف للاحتياط ان شاء الله. من بعد ما سيفنا راح الان نستمر نطلع طلوع لنوصل مباشرة الى هاي بلاتفورم، مباشرة تفاعلوا مع بحرف الـ A وخذوا الاسانسير، ما في داعي تقاتلوا هدول الثعالب وتضيعوا وقتكم فيها. بعدين راح ننزل الان نوصل لهاي المنطقة اللي الان راح نعمل فيها سيف، لانه هون راح يكون فعليا فيها البوس فايت، برضو راح يكون اخر اشي لنا. راح ننزل الان من هذا الدرج وراح نوصل فيه بعدين الى تحكي بعد ما ننزل نزلة طويلة ونوقع، راح نوصل فيه الى هاي المنطقة اللي هون فعليا بدنا يصير، راح يصير في مجموعة من القتال، يعني راح نقاتل هدول التماثيل بشكل انه مرة واحد ورا الثاني. فانتوا اللي راح تعملوه انه الان راح نبلش متى نتفاعل مع اول وحدة اللي هي على جهة اليسار اللي راح تنبهنا، بعدين راح يصير هدول الوحوش اللي هم الدرونز الطائرة تطلع لنا. فطبعا زي الويفز، يعني هي فعليا بس الويفز عبارة عن ويف واحدة من كل هدول الوحوش. فاول ويف او اول يعني تمثال انا شغلته كان تمثال هدول الدرونز اللي طبعا يعني فعليا زي ما انتم شايفين ما في اشي بيأثر علينا، بس راح تكون عملية مزعجة قتالهم بسبب ضرباتهم اللي بتعمل لي زي الريفلكس اللي بترجعني لورا. فمبدئيا راح اختصر الفيديو عبين ما انظف هاي المنطقة منهم ان شاء الله. من بعد ما قتلناهم طبعا تأكدنا انه قتلناهم كلهم، اللعبة طبعا راح تعمل زوم اوت مرة تانية وتهدى الموسيقى. راح الان نتفاعل مع المجسم الثاني او الهيكل الثاني اللي هو راح يكون عبارة عن هدول الهياكل العظمية اللي احنا قاتلناهم سابقا، ونفس الاشي راح يصير انه برضو اختصار الوقت راح اعمل كاتنج للفيديو عبين ما افضي هاي المنطقة. وبعد ما فضيناها طبعا راح نستمر نفس الاشي في قتال المجموعة الثانية منهم، وطبعا انا بس اختصار لمدة الفيديو، راح اشوفكم ان شاء الله بعد ما ننظف كل هدول التماثيل على خير وسلام، ما في داعي ارد اشرح لكم اياهم واحدة واحدة. انا اكيد انتم طبعا فهمتوا الريذم اللي بدنا نسويه. طبعا راح تكون اخر واحدة فعليا هي عبارة عن هيلث بوينت لكم، هاي ممكن تستعملوها طبعا اذا انتم بتستعد تلعبوا اللعبة بشكل ليجيت بشكل رسمي، بس مبدئيا ما في داعي لإلها اذا انتم بتلعبوها بالاكسسبيليتي اوبشن زي ما احنا عم نسوي. فبشوفكم ان شاء الله بس ننظف كل هدول التماثيل. من بعد ما قتلنا كل التماثيل تقريبا وضل اخر واحدة اللي هي تبعت الصحة فعليا، ما راح نشغلها، اللي راح يصير فعليا انه بس راح يصير اللعبة ترمينا قلوب الحب هدول اللي من وراهم، اكيد راح نسترجع صحتنا. هذا لو انك بتلعب اللعبة بشكل حقيقي واقعي اكيد طبعا راح تفيدك هاي الشغلة. وهيك فعليا احنا بنكون جاهزين انه احنا نتفاعل اخر اشي مع هاي المنصة النهائية اللي طبعا من خلالها راح الان نحصل على الجائزة تبعتنا بعد ما نموت هذا البوس الاخير تبعنا لهاي المنطقة. فبنشوفكم ان شاء الله بعد ما اقضي عليه برضو ان شاء الله. من بعد ما قتلناه برضه وقتلنا حتى تنين منه فعليا، راح يطلع لنا هذا الصندوق في منتصف الساحة اللي راح يكون هو جائزتنا طبعا لانتصارنا على هاي المنطقة اللي هي الكاثيدرال، اللي طبعا راح نكتسب منها بعدين الداش ابيليتي زي ما انتم شايفين، بشكل احنا راح نصير يعني سريعين جدا، وهذا اشي جميل صراحة جدا، راح يضيف لسه اسرع اسرع تصير تنقل باللعبة. من بعد ما اخذنا الجائزة وامورنا تمام الان راح ننزل نزول من هاي المنطقة نستمر منها. الان راح ننتقل الى هاي الاعمدة اللي زي ما انتم شايفين راح يصير التنقل لسه اسرع واسرع باللعبة. بعدين راح نوصل الى هاي المنطقة اللي احنا كنا فيها، راح نطلع الان هذا السلم، نوصل بعدين الى هذا المكان اللي راح يكون فيه الان هاي التماثيل عم تضوي بشكل اللي من خلالها بدنا نتفاعل معها بالاستمرار على الضغط على كبسة الـA من الكنترولر لتنقلنا الى منطقة
من خلالها رح نصير نسترجع بعض القدرات اللي احنا خسرناها لما متنا. رح نطلع هذا السلم الدرج عفوا، بعدين ننتقل بالداش وناخذ هاي اللي هم زي ما انتم شايفين اللي هم الريش اللي احنا كنا نستعمله عشان الاستامينا تبعنا، هاينا كسبناه لانه في اتشيفمنت تطلب ان احنا نسترجعهم كلهم، فهينا اخذنا اول واحدة منهم. طبعا للاسف ما راح نقدر نروح ناخذ هدولاك الا بلازم تروح على كل واحدة تمثالها الخاص فيها. بعدين راح نرجع مرة ثانية ونغادر هاي المنطقة مرة اخرى اللي ترجعنا الان الى العالم اللي كنا فيه. مباشرة من وراء راح ننتقل بداشنج نمشي فيها المنطقة وننزل الان مع هاي المنطقة لتحت وننتقل من تحت زي ما انتم شايفين. ان شاء الله تكون اللي يعني الامور واضحة من ناحية الصورة، يمكن وصفي انا يكون تعيس، اظن نحكي انزل تحت وروح يمين، بس مبدئيا ان شاء الله انه الامور تكون واضحة. طبعا بالداشنج بتقدروا تنتقلوا بشكل يعني حتى لو كان الاشي اعلى منكم. راح نروح بعدين عبر هاي مجموعة التماثيل او الاعمدة اللي راح ننتقل منها، ومن هون بدنا ننزل بعدين لتحت ومنها بعدين كمان لتحت لنوصل لهذا الحبل اللي راح نتسلق ونطلع منه، بعدين ننزل نزول وبرضو داشنج. والان راح نوصل لهذا الصندوق اللي راح نتفاعل معه وراح يكون فيه كمشه هاي المصاري، بعديها نطلع منه طلوع. والان نرجع مره ثانيه الى المنطقه اللي دخلنا فيها، منطقه الكاثيدرال زي ما انتم شايفين معي بالفيديو. قبل ما نستمر بس لفوق راح يكون في صفحة بدنا ناخذها موجودة مباشرة من هاي المنطقة زي ما انتم واضح معاكم، راح نعمل تليبورت وناخذ الها ناخذها هاي الصفحة الان انضافت معنا، وراح بعدين ننزل نزول من هاي المنطقة وراح نروح باتجاه المنطقة اللي بعدها. هي نفس المنطقة فعليا اللي احنا بلشنا فيها، بس زي ما انتم شايفين هي نوعا ما في الليل، بس بتمنى ان شاء الله انه سرعة التنقل ما تضيعكم قبل ما نوصل بعدين الى هاي المنطقة اللي بدنا نروح الان منها لفوق ونطلع لفوق الى منطقة بدنا نعمل اللي هي اللهم صل على محمد. نروح الى المنطقة اللي احنا بلشنا فيها فعليا اللعبة، هاي المناطق هاي المنطقة اللي احنا بلشنا فيها، هون راح يكون فيها نقطة الفاست ترافل هاي. بس قبل ما ناخذها لانه بدنا نروح الان نجمع ما تبقى من القدرات تبعته لصديقنا، بدنا الان فعليا نروح ناخذ اللهم صل على محمد القدرات الباقي لنا، فراح نفعل هذا الجرابلينج هوت شوت ونتفاعل معه وننتقل الى هاي المنطقة اللي هون صراحة فيه لتحت صندوق راح يكون فيه مصاري برضو راح ناخده. وبرضو اذا حابين تاخذوا الصندوق اللي تحت مش عارف اذا بنقدر ننزل له، بس مبدئيا ممكن ننزل له بس مش مشكلة مش ضروري كتير. راح ننتقل الان الى هاي المنطقة ونطلع لفوق منها نروح لتحت. انا اعذروني هون ضيعت شوي نوعا ما بسبب انه هيو هون الكوليكتبل التاني اللي احنا بدنا ناخدها اللي هي تعتبر الصفحة الثانية من هاي المنطقة، بس مبدئيا لان انا جيت غلط اصلا، فاحنا عشان ناخدها راح ننزل مرة تانية من هذا المنحدر اللي انا كنت فيه اذا كنتوا ماشيين معي. راح ننزل الان نزول من حوالين هاي المنطقة، وهي الصفحة هون واضحة معاكم فعليا هي راح تيجي اذا انتوا ضيعتوا من طريق هذا المضوي اللي احنا سابقا اجينا فيه اذا متذكرين، راح يكون فعليا من هون. فعشان ناخده راح ندخل من هاي المدخل وننتقل معها وناخذ هاي الصفحة اللي هي راح تكون صفحة من الكوليكتبل تبعتنا. هيك فعليا احنا الان بدنا نروح نجمع ما تبقى الان من القدرات تبعتنا ان شاء الله على خير وسلامة بعد ما اخذنا هاي الصفحة. بس الان بدي اروح اشتري واحدة من الكوينز اللي بنقدر نشتريها من خلال المتجر، فمن مكاننا هذا راح نطلع لفوق باستعمال جرابلينج شوت ونرجع الى هاي الفاست ترافل بوينت اللي انا راح استعملها لاحقا ان شاء الله. بس قبل ما اسوي اي شيء بدي ارد اطلع من هذا الدرج اللي احنا كنا نستعمله سابقا، نروح منه الان باتجاه الطاحونه هاي اللي راح تدخلنا الى هذا المتجر اللي راح يصير فعليا بدنا نسوي الان بدنا نشتري واحده من الكوينز اللي راح يكون المتجر يعرضها لنا عشان نجمع الكوليكتبلز اللي هي طبعا القطاع المعدنيه الكوينز عفوا القطاع الماديه. راح نتفاعل معها هي، طبعا راح يكون سعرها 999 يعني 1000،
فراح نشتريها لانه معنا احنا اصلا كتير بالزيادة. فاذا انتم ماشيين معي بالفيديو مفروض يكون الان انتم معاكم 12 من هدول الكوينز. مباشرة من بعد ما اخذناها طبعا اذا بدكم برضو تشتروا اغراض تانية بس انا بنصحكم وفروها، يعني في حال لو بدنا نشتري مرة تانية كوين تاني اللي معاه. فراح نستمر الان ننزل نزول مرة تانية من هذا السلم لنوصل الى الفاست ترافل بوينت اللي راح نتفاعل معها وننتقل الان عشان بدنا نروح نجمع ما تبقى من القدرات اللي احنا فقدناها مع موتنا. من هاي نقطة الفاست ترافل راح نطلع طلوع لنوصل الى هاي المنطقة اللي فوقها، راح نتفاعل معها للمربع اللي فوقها فعليا من مكان ما احنا بلشنا، وبعدين مباشرة بس نرجع نتحكم بشخصيتنا راح ننزل نزول ونستمر من هاي المنطقة. بدنا نروح نجمع الان قدرتنا الثانية اللي احنا فقدناها بعد ما طبعا متنا. فبعد ما طبعا نمشي من هذا الباب راح ننزل منه نزول، طبعا زي ما انتم شايفين مع الداشنج راح تكون الامور ان شاء الله ما تكون مضيعة لكم. من بعدين هذا المكان راح الان ننتقل لاعلى باتجاه اليمين زي ما انتم شايفين من هون، راح نمر من هاي المرة ونضلنا ماشيين منها لنوصل بعدين الى منطقة تانية. راح نضلنا ماشيين الان بشكل راح يكون في هون عناكب فعليا راح يجوا يقاتلونا، بس ان شاء الله انه بشكل سريع راح نقدر نتفاعل معاهم طبعا ان شاء الله قبل ما يضربونا عشان نقدر نوصل فيها او نوصل منها الى الجزء الثاني من المنطقة اللي راح ينقلنا الان الى هاي المنطقة، وراح نوصل بعدها الى هذا المكان نعمل داش وناخذ قدرتنا الثانية اللي احنا فقدناها اللي هي هذا المشروم. ان شاء الله هيكون هاي القدرة الثانية اللي احنا استرجعناها من بعد موتنا، يعني صار القصة الان بدنا نجمع كل هدول قبل ما نروح نقاتل البوس فايت. احنا فعليا البوس فايت راح نقاتله مرتين فعليا، بس مبدئيا بعد ما جمعنا هاي القدرة راح ارد ارجع مرة تانية الى مكان ما احنا بلشنا. من بعد ما رجعنا مرة تانية الان بدنا نرد نرجع مرة تانية من نفس الطريق اللي احنا جينا منه عشان نرجع مرة تانية الى نقطة الفاست ترافل بوينت. راح نمشي من تحت هذا الجسر نرد نرجع من نفس الطريق اللي احنا جينا منه على خير وسلامة، راح نرد نطلع من فوق من الباب. فعليا اللي بدنا نعمله بس بدنا نرجع الى نقطة الفاست ترافل عشان بدنا ننتقل الان الى الكويري المنجم. راح نطلع هذا الدرج وندخل هذا الباب مرة تانية اللي طبعا راح نعمل داشينج لنوصل الى هاي الفاست ترافل. حابين برضو تسيفوا مو غلط اذا حابين للاحتياط، وراح بعدين نتفاعل مع هاي القطعة الفاست ترافل بالاستمرار بالضغط على حرف الاي او كبسة الاي من الكنترولر. من مكان ما احنا رجعنا من الفاست ترافل بوينت راح الان نرجع مرة تانية الى نقطة البداية تبعتنا في اللعبة بهاي النقطة اللي بالنص. نرجع مرة تانية بنروح للمنجم الكويري اللي راح يكون طبعا طريقه مباشرة من مكان ما احنا نزلنا، ونرجع باتجاه السلم اللي احنا الان تقريبا خلص اتعودنا عليه. راح نرجع الان الى النقطة اللي هي كنا نعمل فيها سيف عند الشراين، برضو اذا حابين تسيفوا هون سيفوا عشان تضمنوا ان اموركم بالسليم ان شاء الله. بعدين راح نطلع من هذا السلم نستمر منه الى فوق من حوالين هاي المنطقة ونمشي بعدين فيها لنوصل لهذا السلم، وبعدين راح ننزل نزول منه باتجاه هذا الدرج مجموعة الدرج الكبيرة هاي اللي راح نطلع فيها. والان احنا ندخل فيها بالكويري اللي طبعا هذا الطريق انتم ان شاء الله انكم عرفتوه بسبب ان احنا جيناه سابقا لما وصلنا للكويري اول ما وصلنا. فراح نطلع من مجموعة الادراج هاي اللي ما اخذتنا يمين ويسار نوصل فيها الى هذا السلم اللي راح نتفاعل معه، بعدين نروح منها من الطريق المخفي اللي موجود ورا زي ما متذكرين من هاي المنطقة، بعدين نمشي منه وننزل نزول من هذا الدرج ونوصل فيها للكويري على خير وسلامة. من بعد ما وصلنا للكويري الان راح نمشي بنفس الطريق اللي احنا سابقا استعملناه من مجموعة الدرج هذا الحلزوني نلفن حواليه، بعدين ننتقل الى فوق. زي ما انتم شايفين شوي المنطقة هي مختلفة بسبب انه العوامل يعني الجوية، فطبعا الان صرنا بنقدر ننتقل لهاي السيف بوينت ونسيف هون مباشرة للاحتياط، ومن وراها راح نرجع ندخل من هذا الباب اللي ورا الشراين ونروح منه دغري اللي برضه راح تنقل بشكل سريع
يمين ويسار من هاي المنطقة، بعديها من ورا هذا المونوليث المدمر ندخل هذا الباب اللي الآن طبعا راح تشوفوا إنه الطريق من مسكر، يعني ما راح نقدر نستمر. فاللي راح نعمله بدنا نرجع لورا لأن نلاقي هذا الوحش قاعد عم بيستنانا بده يقاتلنا. فطبعا طريقنا عشان نستمر هو قتالنا لإله وتدميره، وصراحة شوي صحته كبيرة، فأنا راح أعمل كاتنج للفيديو عبين ما أقضي عليه إن شاء الله والطريق تبعه يفضى. من بعد ما قتلناه والطريق نضف والأمور تمام، راح الآن نطلع هاي الدرج ونوصل إلى هذا المكان اللي راح نتفاعل فيه برضو بالاستمرار بالضغط على حرك كبسة الأي، هننتقل فيها إلى المنطقة اللي راح يكون فيها طبعا تحصيلنا للقدرة رقم 3. زي ما انتم شايفين راح نتفاعل نقفز عبر هاي المناطق وناخذ هاي القطعة الآن هي القدرة رقم 3 واحنا استرجعناها إن شاء الله. من بعدها مباشرة راح نرد نرجع مرة تانية، هذا اشي روتيني راح يصير معانا، نتفاعل مع هاي البورتال اللي تنقلنا مرة تانية الى هذا المكان اللي قتلنا فيه هذاك الوحش، وبعدين راح نرد نرجع مرة تانية من نفس ما احنا بلشنا. هي شوي هون اللعبة راح تصير انها زنخبسة، وانك انت راح نضلنا نروح ونيجي لمناطق احنا سابقا اكتشفناها. راح اسيف هنا بنقطة التسييف هاي الشراين. من بعد ما سيفنا الان مرة ثانية بدنا نرد نرجع من نفس الطريق اللي احنا جينا منه سابقا بالقفز على هاي المناطق، وننتقل الان الى مجموعة الحدرج هذا الحلزوني، ننتقل منها ونستمر فيها لنوصل بعدين لفوق ونقفز الى المنطقة هاي، بعدين نرد نطلع مرة ثانية نغادرها للكويري. انا كأنه هون علقت شخصيتي، لا ما علقت. الآن راح نطلع من هاي مجموعة الدرج نوصل فيها مرة تانية إلى هاي المنطقة اللي بدنا نغادرها نفس مكان ما احنا جينا. بتمنى إن شاء الله إنه الطريق يعني صار واضح لإلكم، ما فيش داعي أحكي لكم وين بدنا نروح وين بدنا نيجي، بس اللي بدنا الآن نعمله بدنا نرد نرجع مرة تانية إلى نقطة البداية تبعتنا قبل ما نوصل لهاي المنطقة. راح ننزل من هون المنطقة ونروح بعدين باتجاه اليمين ننزل من هذا الدرج، وإذا انتم حابين برضو ننزل هذا الدرج ونقفز بعدين على هاي المنطقة، نروح من هاي المنطقة إلى هون الشراين اللي برضو راح نسيف فيه للإحتياط. من بعد ما سيفنا والأمور إن شاء الله تمام، راح الآن ننزل نزول نعمل داشة من هاي المنطقة ننزل تحت نروح باتجاه مش هاي البورتال، راح يكون في مباشرة من منطقة نفس هاي المنطقة راح يكون في القدرة رقم 4 لأنها راح ننزل من هون، وبعدين راح نعمل داش على هاي المنطقة راح ننزل تحت فعليا. بس بدنا كيف بدنا ننزل لها تحت؟ يفضل انكم تيجوا من هون من هاي الدرج ونروح بعدين لهاي المنطقة من حواليها. طبعا هذا الصندوق برضو اذا بدكم تاخذوه وتتفاعلوا معه مو غلط، هيكون في واحدة من الكاردز اللي ممكن نعمل لها اكويبمنت، بعدين راح نقفز ما بين هاي المناطق يعني بشكل مائل بتوقع راح تقدروا تجيبوها بما توصلوا الى هاي المنطقة، واعملوا داش لانه راح تكونوا عالقانين هون، داش تاني عشان تدخلوا وداش ثالث عشان تيجوا الى هاي المنطقة المضوية. فعليا الهدف انه نوصل لهذا الشارع المضوي اللي راح ننتقل منه لفوق، بعديها راح نعمل داشينج من بين هدول المنطقتين ونروح باتجاه اليسار الى هاي المنطقة اللي هي الويست جاردن الحديقة الغربية، راح ننزل برضو نزول ونوصل الى هاي المنطقة، والان برضو بنعمل داش الى هاي القطعة الذهبية بعدين داش الى هاي الارض، ومنها بعدين راح نوصل الى هذا السلم او الدرج عفوا اللي هون راح يكون فيها التمثال هذا اللي هو برضو راح ينقلنا الان الى القدرة الرابعة. بعد ما ناخذها طبعا راح يكون ضلنا تنتين ان شاء الله على خير وسلامة، هدول اللي راح يأهلونا انه نقدر نقتل البوس ونحصل على المغزى تبعنا عشان نحصل على كل الاتشيفمنتس ان شاء الله. فهينا اخذناها للقدرة الرابعة وصديقنا في هذا الكاتسين الجميل، صراحة اللعبة رسومها من يمكن من احلى الرسوم هيك الكرتونية الواحد ممكن يشوفها. بعد ما ناخذها بنرجع مرة تانية بنزول باتجاه البورتال البوابة اللي راح نرجع فيها الى الحديقة الغربية.
من بعد ما رجعنا الآن بدنا نرجع مرة تانية إلى نفس مكان بداية المنطقة تبعتنا الأولى، البورت الأساسي اللي احنا استعملناه طبعا من هذا الطريق اللي احنا جينا منه. اعذروني شوي يمكن يكون في باك تراكينج مزعج، بس هذا للأسف مضطرين لإله. إن شاء الله بنوصل لهذه المنطقة مرة تانية، نعمل داشنج ونرجع بالضبط من نفس ما احنا مشينا سابقا من هذا المكان. طبعا هذا برضو الصندوق برضو نسيت اخده، اذا بدكم خدوه وعملوا داش. هاينا رجعنا الى المنطقة اللي احنا فيها، بدنا نرجع الى البوابة الرئيسية اللي كل لعبتنا نبلش فيها اذا متذكرين. طبعا هي من فوق او من اليمين بفرقش اي الطريق، المهم انه نرجع لها ان شاء الله. فراح نستمر من هذا الطريق نطلع الى هاي البوابة ونتفاعل معها بالاستمرار على الضغط على A عشان ننتقل الآن إلى منطقة الفاست ترافل تبع اللعبة. من وصولنا إلى هاي المنطقة راح ننزل النزول إلى البورتال اللي لتحت، أي موجود راح نتفاعل معه وينقلنا الآن إلى المكتبة اللي كنا سابقا فيها إذا متذكرين لما قاتلنا البوس فايت. راح ننزل طبعا من السلم، وإذا حابين برضو الاحتياط إنكم تسيفوا لأنه راح يكون في قتال مع وحشين برضو مناح الحجم. راح ننزل الآن نزول من هاي المنطقة، راح تشوفوا هذا جثة البلايبيريان أو صاحب المكتب اللي احنا قتلناه، بدكم تحكوا معه احكوا معه، بس مبدئيا ما بفيدنا بإشي. بعدين راح ننزل نزول نتفاعل مع هذا، طبعا في هون مجموعة من المجوهرات إذا بدكم تاخذوهم برضو مو غلط. راح ننزل الآن بعدين من هذا السلم نوصل فيها الى هاي الجزء الدائري من المكتبة، بعدين ننتقل منه نفس طريقنا سابقا الى هذا المكان، وبعدين راح ننزل من السلم مرة تانية اللي راح ينقلنا الى هاي المنطقة اللي هون راح يكون فيها صراحة هدول الرجل الوحش الكبير هذا اللي هي واضح معانا هون، راح يكون في منه من هذا تنين. بس مبدئيا طبعا انه زي ما انتم شايفين اذا ضربناه راح يصحى، فاحنا لانه شوي صحته صراحة كبيرة فانا اختصارا لمدة الفيديو راح اختصره، ونشوفكم ان شاء الله بعد ما نقتلهم. هيهم التنين شايفين هدول لازم نقتلهم عشان نكشف مكان تمثال الباور تبعنا، فبشوفكم ان شاء الله بعد ما اقتلهم اخير وسلامة. بعد ما قتلناهم زي ما انتم شايفين راح مباشرة يبين معاكم لفوق من هذا السلم او الدرج هذا التمثال اللي هو النقطة الخامسة اللي راح ناخذ من خلالها القدرة رقم 5 لانه من هاي اللعبة. فمثل العادة راح نرد نطلع الدرج ونوصل الى هاي المشروم اللي راح نتفاعل معها عشان نأخذها ونسترجع القدرة رقم 5 لان ان شاء الله. فطبعا بعد ما نسترجعها وكل اشي الامور نفس الاشي راح نرد نرجع مرة تانية ونروح الى المنطقة اللي بعدها من هاي البورتال، راح نرد نرجع مرة تانية. من بعد ما رجعنا واخذناها لهاي القدرة الآن نرجع مرة ثانية من نفس الطريق اللي اجينا فيه، نفس الاشي راح يكون روتين، نرجع مرة ثانية في الى البورتال اللي راح نسافر من خلالها الى الفاست ترافل بوينت الثانية، راح تاخذنا الى المرة الحديقة الشرقية الايست. راح نطلع من مجموعة الدرج هاي السلالم، عن جد مش عارف شو مالي على الدرج والسلالم بس اعذروني. لا مش مبدئيا انا غلطت وحكيت معاه مش مشكلة، يا مرة تانية يعني زي ما انتم شايفين اللعبة حتى فيش فيها قصة للواحد يفهم. اذا حابين تسيفوا سيفوا برضو للاحتياط، انا راح اسيف وبعدين راح نستعمل البورتال اللي راح ننتقل فيها الى الايست جاردن اللي راح تكون بوابتها برضو من نفس هذا المكان صراحة من مكان ما احنا رجعنا الفاست ترافل هاي. راح نعمل داش ما بين هدول الأعمدة المدمرة زي ما انتم شايفين، وبعدين نتفاعل مع هاي البورتال اللي راح تنقلنا الى الحديقة الشرقية للعبة اللي كنا فيها سابقا فعليا. فمن هذا المكان راح ننزل لتحت من حفة المنطقة ما ندخل من الباب، بعدين راح ننتقل الى هاي المنطقة، وهون راح يكون في هدول الوحوش اذا حابين انتم تموتوهم موتوهم لانه هدول اصلا مزعجين وشايفين صار الواحد بيقدر يلحقهم بسرعة، كانوا بالاول ضلهم يهربوا منه بشكل سريع يلقى الناس. طبعا هون في انا نسيت سابقا اخذ قطعة ماني بانك موجودة هي هون بنفس المنطقة، بس اوريدي الحمد لله اصلا رجعنا لها
نيتنا صافية، فمن هاي المنطقة رح ندخل من هذا الطريق السري ونلف من حوالين حالنا. رح يكون في هذا الصندوق اللي رح يكون فيه ماني بانك، لأنه برضو عشان يكون عدد إن شاء الله الكوليكتبلز يكون كافي نغطي الأتشيفنس إن شاء الله. بعدين نرد نرجع من هذا الطريق السري، وإذا أنتم حابين برضو بدكم تموتوا القناصة هدول ممكن إنكم تجيبوهم لإلكم وتموتوهم براحتكم، إذا مش حابين تطلعوا الدرج. يعني أنا زي ما أنتم شايفين استعملت الجرابلينج عشان أخلص منهم، وبرضو باستعمال الداشنج عم بلحقهم. وهون راح يكون طبعا آخر تمثال للهيرو ستاتوس اللي احنا راح نتفاعل معه وننتقل فيه إلى المنطقة اللي راح ناخذ فيها قدرتنا السادسة والأخيرة، اللي بعديها راح نسترجع شكلنا الواقعي، مش نبطل أشباح فعليا، راح نرجع بني آدمين بلحم ودم. فراح نرجع زي ما راح تشوفوا كيف الآن نرجع نصير الثعلب الواقعي، والحمد لله رجعنا من الموت ريزركتد يعني بقدرة طبعا اللعبة. والمفروض طبعا تحصل على الاتشيفمنت اللي هي يور بادي از ريستورد، انكم رجعتوا شكلكم الواقعي يعني اللي هو شكل الثعلب. وراح نرد نرجع مرة ثانية من هاي المنطقة. من بعد ما رجعنا مرة ثانية الان احنا جاهزين نروح نقاتل البوس عشان نحصل على النهاية السيئة لهاي اللعبة فعليا. راح نرد نرجع من نفس الطريق هذا اللي احنا جينا منه لتحت طبعا، يعني فعليا نوصل الى هاي البورتال اللي برضو راح نتفاعل معها. اذا انتم حابين برضو الاحتياط سيفو للاحتياط، يعني مع انه اللعبه اتوقع راح ترميكم دائما بنفس المكان لما نوصل للنهايه السيئه. فراح الان ننتقل الى هاي البورتال او ننتقل من هاي الفاست ترافل بورتال ونروح الان من خلاله. طبعا نفس الشيء بدنا نرجع مره ثانيه الى هاي المنطقة، نطلع لفوق ونرجع بعدين الى هاي المناطق. هون راح نستعمل البورتال اللي بالنص اللي راح نقاتل فيها الفاينل بوس للمرة هاي ونفوز عليه. يعني فعليا الان ما بدنا نموت، بدنا نفوز بقدرتنا ان شاء الله بشطارتنا. فهو صراحة راح يكون برضو قتال طويل ما بنكر، يعني ممكن ياخذ معاكم فترة منيحة. فانا اختصارا الوقت ان شاء الله راح اعمل كاتنج لإله، ونشوفكم ان شاء الله بعد ما نقتلها على خير وسلامة. ومن بعد ما نقتلها بعد طبعا نوعين او مرحلتين فعليا من البوس فايت، راح نموتها اول مرة بعدين راح ترد تعبى طاقتها ويصير لها ضربات جديدة. بس بما انه احنا بنستعمل اكسسبيليتي اوبشن راح يكون قتالها بس. اللهم ضلكم كبسول اكس عبين ما تموت. فطبعا هاي راح تكون هي النهاية السيئة للعبة. طبعا ليش؟ لانه احنا ما كملنا كل الدليل او المانيوال بوكلت اللي وصفحات تبعته. فهي فعليا هلا اللعبه راح ترمينا انه احنا راح نستبدلها هاي للبنت ونصير احنا المحبوسين مكانها ضمن هذا الفراغ اللانهائي فعليا. فهاي تعتبر النهايه السيئه، بس طبعا لها اتشيفمنت مرتبطه فيها، فمشان هيك احنا سعينا لها قبل ما نروح الان نكمل سعينا نكمل تجميع الصفحات الاخيره. فطبعا راح تشوفوا الان صديقنا اللي هو اللي انحبس مكانها، راح تشوفوا نفس بداية اللعبة كيف لما احنا قابلناه لأول مرة صار هو مكانه، وهذا للأسف هي النهاية السيئة. بس طبعا احنا حصلنا عليها زي ما حكيت بسبب وجود اتشيفمنتس مرتبطة فيها. بس اللعبة الآن راح تسمح لك طبعا بعد ما تمر بالكريدت انك انت يا ترد ترجع تعيد مكرر تحاول مرة ثانية، يا انك انت تعمل نيو جيم بلس، which is يعني هو نفس القرار، بس احنا طبعا راح نعمل ريتراي لما طبعا اللعبة تسمح لنا. راح الان طبعا اللعبه ترميكم بالكريدتس اللي هي طبعا الخاتمه او الاشاره تبعت اللعبه اللي للاسف ما بتقدروا تعملوا لها سكيبنج. بس مبدئيا مجرد ما طبعا تخلص ان شاء الله على خير وسلامه، انا راح اعمل برضو من عندي سكيب واشوفكم لما اللعبه تسمح لنا نعمل ريتراي. طبعا هون لما تطلع كلمه جيم اوفر راح تطلع لكم الاتشيفمنت، وزي ما انتم شايفين راح يكون في تو اوبشنز ريتراي او نيو جيم بلس. طبعا المفروض اذا انتم ماشيين معي بالدليل تقول لكم اللعبه انه باقي 8 صفحات missing 8 pages زي ما انتم شايفين return to seek another path. فاحنا راح نختار هذا الاوبشن. طبعا برضو انتبهتوا انه طلعت الاتشيفمنت جيم اوفر، راح نكبس ريتراي ونرد نحاول مره ثانيه. فطبعا من مكان ما احنا سيفنا الان المفروض انه بدنا نرجع الى نقطه بدايه اللعبه يعني مره ثانيه. فراح نعمل فاست ترافل
نرجع فيه إلى نقطة بداية اللعبة عشان نحصل على الآخر آخر ماني بانك، لأن فعليا اللي راح نعمله نرد نرجع مرة ثانية إلى أول منطقة، أول فعليا فاست ترافل بوينت إحنا ما استعملناهاش. إذا ممكن نحكي من هاي طبعا المنطقة، راح نرد الآن نرجع رجوع مرة ثانية باتجاه السلم وباتجاه بعدين نعمل داشينج لهاي المنطقة، نطلع إلى هذا السلم. ممكن تسيفه هون إذا أنتم حابين برضو للإحتياط، وراح نرجع الآن من هذا الدرج، راح الآن ننزل نزول بعدين نروح من هذا الدرج اللي بعده. زي ما انتم شايفين في هذا الصندوق اللي اصلا كان سابقا ما نقدرش نوصله بسبب الداش ابيليتي ما كانتش موجوده، راح نعمل داش نوصل لهي الجزء بعدين راح نتفاعل معاه. المفروض يكون هذا رقم بانك 10 لكم، والمفروض طبعا بياخذكم له تحصلوا على الاتشيفمنت 2 كيو تو سماش انكم حصلتوا على 10 ماني بانكس بنفس الوقت بنفس اللعبه. فهاي بيكون واحدة من الاتشيفمنتس، واحدة من الكولكتبلز خلصناها، بضل علينا الكوينز وطبعا اكيد صفحات المانيوال بوكلت. فراح ارد ارجع مرة ثانية بس اعمل سيف للاحتياط عشان نكمل ان شاء الله بهذا الجزء ما تبقى، وطبعا الباقي راح نخليه للجزء اللي بعده ان شاء الله. من بعد ما سيفنا امورنا تمام، الان راح نبلش نطارد ما تبقى من الكوينز، لان فمن مكان ما احنا بلشنا راح ننزل هذا الدرج مرة تانية ونروح الآن إلى الدرج الحلزوني اللي موجود بهاي المنطقة، راح ننزل منه طبعا ما بعرفش إذا راح نقدر ننزل، مفروض إنه نقدر ننزل، ما نقدرناش ننزل. راح نطلع الآن مرة تانية ونروح للدرج الحلزوني الثاني وننزل منه، اعذروني على سخافته سابقا بس مبدئيا راح يكون المدخل السري موجود ورا هدول الشجرات اللي هون، راح يكون في مدخل سري ننزل منه الى هاي المنطقة اللي كان ممكن سابقا انه خدها، بس مبدئيا صراحة قررت اني اخليهم لاخر اشي. هاي الصندوق مباشرة من المدخل راح نتفاعل معه وناخذ منه هاي الكوين، بعديها راح نطلع مرة تانية من هاي المنطقة، بعدين راح نروح الى جهة الشاطئ اللي هو اعذروني عم بحكي معها بس عشان نستعمل الداشينج، بس ما بدنا نستعمل الداشينج الآن. طبعا الشاطئ طريقه راح يكون من نفس ما احنا موجودين، راح نروح بس اللهم لهاي المنطقة. في هون المفروض يكون في سلم بس انا مش شايفه مبدئيا، هيو هون هاي المنطقة راح يكون في هذا السلم ننزل منه، بعدين راح نوصل الى هذول الحجرين نعمل داشينج ونمشي تحت هذا الجسر. وزي ما انتم شايفين في صندوق هي هون واضح معنا، اذا عملتوا LT ببين معاكم، كان حتى ممكن ناخده سابقا بس برضو اعذروني. فالان هينا اخذناه، فهي برضو راح تكون الكوين اللي بعده. من بعدها راح نجمع الكوين اللي بعده من نفس هذا المكان، راح نستمر نزول نروح الى فعليا المكان اللي احنا قاتلنا فيه تورت اذا متذكرين سابقا، وكان في ماني بانك حتى بس ما كنا بنقدر نوصله. من نفس الشاطئ راح نمشي من حوالين هاي المناطق وننتقل بالقفز طبعا بس لفوق، تستعجلوش تقفزوا، راح نقفز لفوق بعدين من هاي المنطقة نقفز لهون ونستمر منها. اذا متذكرين كان في هون راح يكون في تورت قاتلناه بس مبدئيا هيو متدمر، ومباشرة من تحت راح يكون في هذا الصندوق اللي راح نتفاعل معه وناخذ منه الكوين اللي بعده. من بعد ما اخذناها لهاي الكوين المفروض يكون معاكم اذا انتم ماشيين معي بالجايد 15 كوين، انا معي باللعبة فعليا 16 بسبب اني شريت واحدة بس ما كنت مسجل المقطع تبعها، شريتها من المتجر الموجود بالكاثيدرال. بس يعني ما بتخافوش اذا انتم ماشيين معي بالفيديو راح يكون معاكم 15 بالضبط ان شاء الله. فالان احنا جاهزين عشان نحصل على الاتشيفمنت تبعت اللي هي الكوينز، راح نرد نرجع مرة تانية إلى نقطة البداية تبعت لعبتنا اللي طبعا بدنا نروح ننام فيها، ما تحكوش مع هذا الشخص، بدنا ننام عشان نحول الوقت إلى وقت النهار. طبعا ممكن نستعمل الجرابلينج عشان نطلع مرة تانية لفوق، بدنا نروح الآن إلى منزل البطل، منزلنا إحنا اللي هو طبعا مكانه موجود بالمنطقة هاي، هذا هو منزل البطل طبعا هو موجود من الفاست ترافل بوينت، فراح نروح فيه لهذا المنزل
وراح ننام في سريرنا عشان نحول الى وقت النهار. طبعا هذا الشيء راح نكتشفه بسبب الاتشيفمنت فعليا. كنتش عارف ان اصلا نحن بنقدر نحول الوقت من الليل الى النهار. بعد ما حولناه طبعا زي ما انتم شايفين الى وقت النهار، طبعا الوحوش هي رجعت. الان مباشرة راح اروح الى هذا البئر اللي موجود تحت، طبعا نقتل هذا اذا انتم حابين عشان ما يعمل الناس ازعاج. فبعدين راح نحط الكوينز بوحدة من الكبسات تبعتنا، انا اخترت ان احطها بالواي، وراح نقرب بعدين من البير ونكبس حرف الواي عليه. راح نرمي واحدة والمفروض تطلع لكم اول اتشيفمنت لهذا الاشي اللي هو ميد ا ويش انكم او nothing happened، ان هي انك انت تمنيت امنية. الان بدنا نعمله، بدنا نرميها 15 مرة. طبعا ضلنا ضاغطين عليها بحرف الاي، ضلنا نضغط حرف الاي 15 مرة. طبعا كل مرة، كل فعليا يمكن 3 أو 4 مرات راح تحصلوا على قدرة جديدة او شغلات جديدة لشخصيتكم. فهذا الحكي بس راح يصير معاكم كل تقريبا 4 حبات. راح تشوفوا انه يطلع لكم هاي الشكل الرسمة، ابصر شو بتحكي، ويصير في اشي مش فاهم شو هو مبدئيا، بس احنا ما بهمنا، احنا عم نسعى الان نحو الاتشيفمنت ان شاء الله. وزي ما انتم شايفين تطلع لكم المفروض الاتشيفمنت انه ميد 15 ويشز، مع اني صراحة رميت على ما اتوقع لا رميت 15 مظبوط، ضايل معي وحدة فطلعت لنا الاتشيفمنت. الان اللي خلص احنا هيك بنكون خلصنا مطاردتنا على الكوينز. الان بضل علينا اخر اشي اللي هم ما تبقى من الصفحات تبعتنا. فطبعا احنا فعليا اللي يفضل نضلنا فترة النهار، يعني يفضل عشان يكون الجو جميل ان شاء الله. فراح ارد ارجع بس للاحتياط اعمل سيف عشان نضمن انه ان شاء الله امورنا ماشي بالسليم. فراح نرجع الى نفس الشراين هذا اللي احنا صرنا اصحاب احنا وياه نسيف. من مكان ما سيفنا راح نروح الان نجمع الورقة اللي بتحت بعدها، او الورقة اللي الان ضايلنا بد واحدة من الثمانية اللي ضايلنا. فراح ننزل نزول من هذا الدرج، بعدين نمشي معاه من حوالين الشلال بهذا الطريق السري المخفي، بعدين راح نعمل داشنج على هاي المنطقة. اذا انتم متذكرين احنا فعليا كنا هنا سابقا، راح يكون في هذا التورت اذا بتحبوا تدمروه عشان ايش مبدئيا تكون حياتكم اسهل. وبعدين راح نعمل داشنج لتحت، بس مبدئيا من الواضح انه ما بقدر اعمل لها داشنج. راح نموت هذا الزلم الزنخ عشان نعمل بعدين داشنج على هاي المنطقة وناخذ الورقة اللي هي راح تكون هيك بضللنا من بعدها 7 ان شاء الله. الورقة اللي بعدها راح تكون بدنا نرجع مرة تانية الى مكاننا على فكرة الشراين اللي احنا سيفنا فيه. فراح نرد نرجع مرة تانية اختصارا من هذا المكان، تفوتوا جوا هذاك المدخل. راح نمشي من حوالين الشلال ونرجع مرة تانية الى الشراين. من الشراين مباشرة راح نروح الان باتجاه هذا الدرج او السلم عفوا اللي راح نطلع منه، ونروح بعدين ننزل نزول مع هاي الدرج ونتحرك الان باتجاه هاي المنطقة، وبعدين نعمل داشنج اللي راح ندخل فيه الى هذا المدخل اللي راح يكون فيه ستور، بس راح يكون فيه هاي الورقة موجودة جاهزة بتستنانا، واحدة من الورقات. وبرضه طبعا راح يكون فيه هذا الستور الغريب اللي ما بيعرض لنا اي غرض، بس موجودة فيه هاي الورقة. وراح نرد نرجع مرة تانية الى نقطة الفاست ترافل او الشراين عفوا تبعنا عشان تكون هي نقطة مرجعية لعملية مطاردتنا ان شاء الله الى ما تبقى من الصفحات ان شاء الله. من مكان الشراين الان راح نروح الى مدخل سري راح نتفاعل فيه مع كبسات عشان ندخل او نحصل على الورقة اللي بعده. فراح الان ننزل نزول الى مكان فعليا منزلنا، مكان الفاست ترافل بوينت، ممكن بوينت عفوا، بعدين ممكن نتجاهل هذول الوحوش. هذا هو الباب اللي موجود تحت. طبعا طريق النزول له فعليا هو من جهة اليسار من هذا المكان، وننزل من حوالينه. اذا حابين برضو هذول قاتلوهم او ما تقاتلوهم مبدئيا بفرقش علينا كتير. وراح بعدين نوصل الى هذا هيو الباب اللي الان بدنا نكبس فيه. طبعا اذا انتم شايفين شوي الوحوش ردوا رجعوا الى مواقعهم، هذا اشي جميل. راح نوقف قدام الباب بعدين نكبس تحت يمين فوق يسار فوق يمين اللي راح يفتح لنا هذا الباب وندخل منه، اللي راح نلاقي جواته هاي الصفحة. انا برضو راح اكون ان شاء الله حاطط بالفيديو
الكبسات اللي لازم نكبسهم. راح نرد نرجع الآن مرة تانية إلى الشراين تبعنا عشان برضو يكون نقطة مرجعية إن شاء الله بعد ما أخذنا هاي الورقة. فمن طبعا من جهة اليسار راح نطلع هذا المنحدر مرة تانية عشان نرجع للشراين. شوي هو الداشنج صراحة صح وسريع، بس إنه مبدئيا مستفز بسبب إنك أنت بتحسش حالك مسيطر على الشخصية بتوجهه وين رايح، يمين أو يسار. فهينا رجعنا الآن مرة تانية للشراين، وبرضو أنا راح أسيب برضو للإحتياط من الشراين. بدنا نرد نرجع للأسف نوعا ما برضو إلى الفاست ترافل بوينت تبعتنا. خلوا برضو الجرابلينج هوك موجود لأنه بدنا نستعمله عشان ننتقل هون زي ما انتم شايفين إلى هاي المنطقة اللي هي موجودة على يسار الفاست ترافل بوينت. وبعدين راح نعمل داشينج ما بينهم، نتسلق هذا الدرج، ولا فعليا عفوا مش نتسلق هذا السلم، بدنا نروح من وراء. اعذروني غلطنا هون فعليا. هنا رجعنا مرة تانية الى هذا المكان، هذا هو الطريق اللي احنا بدنا نجي من هذا المكان الارضي او المستوى السفلي راح يكون فيه هذا الوحش اللي راح نعمل داش عشان نتفاداه. في هذا صندوق راح يكون برضو فيه سكيل كارد لكم، بس مش عارف ليش مش طلعت، هي طلعت. ومن نفس هذا المكان الصندوق مباشرة بس اطلعوا لفوق، طبعا غيروا بالليفت ستيك او الرايت ستيك عفوا وين مكان بدكم تصوبوا، بنستعمل الجرابلينج شوت تبعنا عشان ننتقل لفوق اللي راح يكون طبعا فيها دول الوحوش اللي راح نتجاهلهم. راح نطلع هذا السلم ونطلع هذا السلم، وبعدين راح نطلع السلم اللي بعده، وراح يكون في طبعا انتقال الى المنطقة اللي بعدها. طبعا كيف بدنا ننتقلها؟ عن طريق نعمل داش عفوا جرابلينج لانه ننتقل لها زي ما انتم شايفين. راح نوصل الى هذا الباب اللي راح ندخل فيه الان برضو كود عشان نحصل فيه على الورقة اللي بعدها. فالكود راح يكون فوق يمين تحت يسار تحت يمين فوق يسار، ومجرد دخلتوه بشكل صحيح هاي الورقة راح تطلع قدامكم وراح نقدر ناخدها. طبعا زي ما انتم شايفين هاي راح تدخل لنا كود تاني زي ما انتم واضح معاكم، هذا راح نستعمله في الباب الكبير، راح ندخل فيه عدد منيح فعليا من الكبسات زي ما راح نشوف ان شاء الله بالفيديو. من بعد ما اخذنا هاي الورقة الان بدنا نرد نرجع مرة تانية باتجاه منزلنا فعليا عشان بدنا نسيف. من بعد ما سيبنا الشراين راح نروح الى بيت صديقنا اللي هو طبعا ان شاء الله برضه خلاص احفظنا وين مكانه من هذا السلم. راح ندخل المنزل تبعه ونروح بعدين جوا الغرفة هاي اللي موجودة جوا غرفته، ونروح معاها لفوق لنتحرك من هذا المكان نوصل الى هذا الباب اللي بدنا ندخل فيه الان الكود. الكود اللي هو راح يكون فوق يمين تحت يسار تحت يمين، مجرد ما تدخلوه راح يفتح هذا الباب وتفوتوا جواته لهاي الغرفة اللي راح يكون فيه هاي الورقة اللي راح ناخدها. طبعا هاي برضو راح تنضاف لكتابنا ان شاء الله، وهيك بنغادر بعد هاي المنطقة ونروح بطريقنا نجمع الورقة اللي بعدها. ومن الغرفة تبعتنا راح الان نرجع مرة تانية الى اتجاه الكويري فعليا، بس اللي راح اعمله اني بدي اروح الان سيف لانه راح يكون الان اخر ورقة فعليا لكم. المفروض تكون اذا انتم ماشيين معي بالفيديو المفروض تكون ضايل بس فعليا الغطاء او الكفر عفوا مش الغطاء، المفروض يكون كل الاوراق تبعت المجلة هاي موجودة معاكم وجاهزين، بس بضل علينا الكفر اللي هو تبع هاي المجلة او نحكي المانيوال اللي راح يكون موجود باخر اشي بالباب اللي موجود بالكويري. فراح نسيف الان عشان ننتقل ان شاء الله الى اخر باب وفعليا نحصل على اخر ورقة. فراح نتجه الان الى الكويري اللي طبعا ممكن نروح له من اكثر من طريق، بس راح نروح له الان من الطريق نفسه اللي احنا استعملناه سابقا عشان نحصل على الكوليكتابل تبعتنا من هذا المكان. راح نمشي فيه باتجاه هدول الوحوش ونطلع هذا الدرج، ونروح بعدين نتفاعل السلم سلم يعني مجد سلم وليس درج لنوصل الى هاي السلالم. بعدين راح نعمل جرابلينج هوك الى المنطقة اللي بعدها ان شاء الله، وهذا هو الطريق فعليا اللي احنا جيناه اخذنا هنا ورقة برضو. الان راح نمشي مع هاي المنطقة وندخل من الباب هذا اللي هو الدرج اللي راح ينقلنا الان الى الكويري
بس فعليا احنا ما راح نروح للكويري، احنا بس بدنا نوصل للباب اللي موجود فيها ان شاء الله. فبالانتقال مع هاي المنطقة اللينير راح نوصل ان شاء الله بنهايتها بعد مجموعة السلالم هاي الصغيرة، راح يكون في هذا هو الباب اللي الان بدنا ندخل فيه مجموعة من الكبسات اللي عددهم صراحة جدا كتير كبير عشان نحصل بنهايتهم ان شاء الله على اخر قطعة من مجلتنا. فراح احط انا برضو بالفيديو الكبسات اللي لازم نكبسهم، وان شاء الله انكم تكونوا شاطرين اللي تقدروا تكبسوهم ان شاء الله بنجاح من غير ما تغلطوا بواحدة منهم. طبعا انا ما راح احكيهم واحدة واحدة لانهم صراحة جدا كتير، بس راح احط ان شاء الله برضو صورة للكبسات اللي لازم تكبسوهم، فانتوا سووا يعني فعليا وقفوا الفيديو واكبسوا معاهم لانه ان شاء الله راح يكون ياخذ معاكم فعليا تركيز منيح تركزوا شو اللي لازم تكبسوه. بس بعد ما تنجحوا فعليا في ان شاء الله راح تكون اموركم طيبة، فبشوفكم ان شاء الله بعد ما اكون نجحت بادخال الكبسات. طبعا هينا فتحنا الباب الحمد لله اخيرا بعد صراحة 3 محاولات، وراح نستمر نطلع منه من هذا الدرج. يعني بتمنى ان شاء الله انكم تكونوا اشطر مني، لان الصراحة يعني فعلا اخذت مني 4 محاولات. طبعا يعني اذا غلطتوا بوحدة من الادخالات للأسف راح تضطروا انكم تعيدوهم من اول وجديد. مجرد ما نوصل لاخر صفحة ونتفاعل معها وناخدها، المفروض طبعا يكون هذا لكم اخر صفحة في تجميعكم لهذا الكتاب. وهيك فعليا احنا بنقدر نختم اللعبة بشكلها الرسمي وشكلها الكامل عشان نحصل على النهاية المنيحة. طبعا بعد عملية الادخال المتعبة هاي صراحة، واحنا هيك حصلنا على تقريبا اتوقع لا بيكون ضايل لنا كم من ورقة تانية بعد ما نحصل على الكوليكتابل الثاني اللي هي الفيريز في صناديق تريجرز، راح نحصل عليهم. انا تركتهم لاخر اشي بالفيديو لانه هيك فعليا احنا سهل علينا انه نرجع ندور يعني نحصل عليهم ان شاء الله. فطبعا راح ارد ارجع مرة تانية اللي هو السيف بوينت تبعنا راح نسيف فيه، وانا صراحة راح استغل هاي النقطة لاني اوقف الفيديو لليوم. هيك اتوقع الفيديو صارت مدته كافية، بديش يكون الموضوع ممل كتير. راح ان شاء الله بالفيديو ان شاء الله نكون الاخير، بتمنى ان شاء الله راح يكون طبعا الجزء الخامس ان شاء الله راح يكون هو ان شاء الله نهاية السلسلة من هاي التختيم الاتشيفمنتس لهاي اللعبة. هذا هو الجزء الرابع، وبكون ان شاء الله ضل علينا الجزء الخامس اللي راح نستعمله نحصل على ما تبقى من الكوليكتبلز اللي هم الفيريز، بالاضافة انه نختم اللعبة بشكلها المنيح ان شاء الله ونجمع كل اشي من الاتشيفمنتس. بضل علينا في اتشيفمنت واحدة راح تضطر نعمل نيو جيم عشان نحصل عليها، بس ما راح تاخذ من وقتنا ان شاء الله اكثر من 5 دقائق. مبدئيا ان شاء الله بتمنى لكم كل خير وسعادة، ان شاء الله انه كان يعني دليل ماشيين معاه ان شاء الله بشكل منيح من غير اي مشاكل. وبنهاية الفيديو بتمنى تضغطوا على زر اللايك، حطوا لي بالكومنت شو رأيكم بالدليل، شو رأيكم باللعبة، هل مواجهين اي مشاكل بانه تمشوا معاي ولا لا. واذا في اي اسئلة برضو انا بساعدكم فيها ان شاء الله. واذا كنت مشاهد جديد اول مرة توصل لقناتي بتمنى تضغط على زر الاشتراك تساعدني ان شاء الله برضو، يعني بكون شاكر ومنون لكم. نشوفكم بالجزء الخامس ان شاء الله بتمنى يكون الاخير، وبتمنى لكم كل خير وسعادة والسلام عليكم.